بالمناسبه كمان روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي يتكلم عن المواجهه المرتقبه دي، مواجهته او مواجهه منتخب بلجيكا للمنتخب المصري. اتكلم عن هذا الامر في الاعلام البلجيكي وقال مواجهه منتخب مصر ستكون خير استعداد قبل المشاركه في المونديال، بالاضافه الى منح الفرصه لمنتخب بلجيكا للتحضير للبطوله بطريقه محدده مع التركيز على الجدول الزمني. اضاف ان اللعب ضد خصم افريقي في بلد شرق اوسطي يعني يفي بجميع جوانب استعدادنا لكأس العالم، ودي نقطة كنا اتكلمنا فيها كذا مرة قبل كده أنا ونهاوند مع حضراتكم، فكرة إن اللقاء ده هو بطبيعة الحال مهم بالنسبة لنا لاعتبارات تخصنا وتخص رؤيتنا للمدير الفني الجديد إلى آخره، لكن بالنسبة لبلجيكا ده الموضوع أهم من كده بكتير. تاني نرجع ونقول هما بيلعبوا في مجموعة في كأس العالم فيها ممثل لكرة القدم الإفريقية أو الشمال إفريقية المغرب، فيهمهم جدا إن هم يلعبوا مع فريق أو مع منتخب زي مصر بيلعب نفس الكرة نفس المدرسة الكروية، منتهى الذكاء منهم الحقيقة، ونتمنى إن الطرفين يستفيدوا طبعا. هي في الأول وفي الآخر يا كريم تسوين وين سيتويشن زي طبعًا ما بيتقال طبعا يعني.